طيب في بعض الأسئلة بتيجي وناس بتبقى عايزة تعرف. طيب دلوقتي لو هنتكلم عن الناس اللي هي ما بتبقاش عندها ثقة قوي في الأدوية، يعني من الأسئلة القامة اللي أنا لاحظتها يقول لك طب أنا أضمن منين إن باستا ده أحسن حاجة ممكن أستعملها؟ يعني فمعلش دكتور ريهام تطمني الناس أكتر اللي بتستفسر عن أو بتستفسر عن النقطة دي عشان يبقوا عارفين. طبعا الضمان بتاع المنتج نفسه اللي احنا بنتكلم عليه إن هو أولا كل الحاجات اللي فيه طبيعية، تاني حاجة إن هو واخد ترخيص بتاع وزارة الصحة، ثالث حاجة ان هو منتج اصلا موجود في الصيدليات، يعني هو حاجة انا بروح اشتريها من الصيدلية، فكل ده حاجات بتخليهم انه الموضوع يبقى سيف، وانا بيبقى عندي البامفلت او الانجريدينس بتاعتي انا بشوفها وكمان الترخيص بتاعي اللي انا واخده، فدي حاجات بتخليني مطمن. وكفاية ان احنا بنتكلم عنه وفي قناة طبعا ليها كريدابيليتي، فدي حاجة برضو بتدي كريدابيليتي للبرودكت نفسه. غير كده كمان هم هيجربوا نفسهم وهيشوف، مش هيلاقي اي سايد افكتس، ملوش اي عوارض خالص مع اي حد عنده امراض صحية او عنده مشاكل صحية. الناس الكبيرة تقدر تستخدمه، الاطفال تقدر تستخدمه من اول 12 سنة، وهي التجربة خير دليل زي ما بيقول. انا لسه كنت عايز اسالك على الب مالتي فيت، شافه ما عرضوه قبل ما نتكلم عنه اصلا. طيب مفيش مشكلة. الب مالتي فيت فكرة هنا برضو التوازن ما بين باستا والب مالتي فيت، لان في نقطة مهمة جدا، انا لما بخس بفقد فيتامين معينة. دي حقيقة. ده هخسها عن طريق باستا، بس في نفس الوقت لما اروح اخد الب مالتي فيت في نفس التوقيت ده بيخليني ان انا الحاجات اللي انا بفقدها الفيتامينز اللي بفقدها بعوضها. فدي مظبوط. اللي انا محتاجاه او ده الشيء ما انا مظبوط. ببقى هم ليه عاملين الكورس الاثنين مع بعض؟ لان هم لقوا انه اغلب الناس اللي مثلا بتاخد برودكتس من غير ما هي بتبقى ماشيه على نظام صحي بتلاقي ان هي مش عارفه تاكل ازاي، فالموضوع زي ما انت قلتي كده بالظبط، ان هو بينقص كمية من الفيتامينز والمينرالز اللي هي بتأثر بقى على كل حاجة في جسمي، من أول شعري لبشرتي لضوافري لجلدي لجهاز الهضمي للحرق بتاعي للمناعة للطاقة اللي عندي، كل ده بيبتدي يتأثر. ففكرة أن أنا أدي حاجة تعمل بوش أو تبوست كل الكلام ده جنب أن أنا أكون بخس، فأنا هتجنب اي مشاكل ممكن ان هي تحصل لي، واي حد هيبقى عنده عرض نتيجه نقص الفيتامينز او المينرالز دي هيكون في تحسن للاعراض دي نتيجه ان انا خدت تركيزات عاليه من 13 فيتامينز ومينرالز موجودين في الب مالتي فيت. هو في المجموعه بتاعه بي كومبلكس، في فيتامين بي 6 و12 و2 اللي هم مهمين جدا عشان الحرق بتاع الكربوهيدرات، ومهمين طبعا عشان الاعصاب. في كمان فيتامين اي وفيتامين سي اللي هم انتي اوكسيدنت قويه جدا للجسم، في زنك عشان المناعه وعشان الشعر، في بايوتين عشان البنات اللي دايما بتشتكي ان شعرها بيقع او انه ضوافرها بتتكسر، في كالسيوم عشان العظم. فانا هاخد كل دول بتركيزات عاليه جنب ما انا بخس، فهلاقي ان انا ما عنديش اي مشاكل خالص من اللي بتتعرض لي للمشاكل بتاعه الدايت. بس الناس مش عايزه تخس ممكن تاخد الب مالتي فيت لوحده، والناس طبعًا اللي مش عايزه تاخد الب مالتي فيت مع باستا ممكن تاخد بيستعد برضه الموضوع، يعني فيه الفري بالظبط كده. عايز تاخد ده بالظبط، مش حاجه بالعافيه يا جماعه. مظبوط.